إذاعة سلطنة عمان تقدم إصدارات عمانية. لا أحب الكتب لأني زاهد في الحياة، ولكني أحب الكتب لأن حياة واحدة لا تكفيني. إصدارات عمانية. إصدارات عمانية. إعداد وتقديم هلال بن سيف البادي، إخراج هاني بن سعيد السعدي. مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج إصدارات عمانية، حيث نحلق معكم برفقة كتاب جديد من الكتب العمانية. وفي حلقة هذا الأسبوع نذهب بكم إلى الطريق 60، وهو عنوان الكتاب الذي ينضوي ضمن كتب أدب الرحلات والذي كتبه الصحفي خلفان الزيدي. الطريق 60 هو الإصدار الخامس لخلفان الزيدي بعد كتبه ذاكرة الحنين الصادر في عام 2007، ثم كتابي نحيب النهر وفي حب عمان الصادرين في عام 2008، وكتابه خطاب الطير الصادر في عام 2013. وفي هذه الإصدارات كلها نلمح أمكنة متعددة يستحضرها خلفان بأسلوب أدبي راق ولغة إبداعية سلسة تجعل القارئ نهما ليصل إلى نهاية الكتاب. وإذا كان كتابه خطاب الطير الذي استضفنا خلفان ليحدثنا عنه في حلقة سابقة من برنامج إصدارات عمانية كتابا يتحدث عن زيارات ورحلات خلفان الزيدي إلى مدن وعواصم عربية، فإنه يخصص هذا الكتاب للحديث عن زيارة واحدة فقط. وكما وعدنا في تلك الحلقة من برنامج إصدارات عمانية بأن كتابه المقبل سيكون خاصا عن زيارة فلسطين، فها هو اليوم ضيفا على البرنامج ليحدثنا عن هذا الكتاب الذي صدر عن مؤسسة بيت الغشام للنشر والترجمة في 166 صفحة من القطع المتوسط. إذن أعزائي المستمعين، لنرحب بضيف حلقتنا هذه الكاتب الصحفي خلفان الزيدي. مرحبا بك خلفان معنا مجددا في برنامج إصدارات عمانية، ومبارك لك إصدارك الطريق 60. شكرا لك هلال. بالطبع كانت الرحلة إلى فلسطين رحلة استثنائية تاريخية بالمعنى الكلمة، ولذلك حينما كتبت هذه الرحلة واستحضرت أحداثها كان يشغلني العنوان الذي سيتصدر الكتاب، ولا أخفيك أنني احترت في العنوان المناسب، فكان أن أعدت قراءة ما كتبته مرة أو مرتان حتى وجدت أنني أتحرك في طريق هو القاسم المشترك بين مدن ومناطق الضفة الغربية، وكان يحمل عنوان الطريق 60، فاخترت هذا الاسم باعتبار أن الطريق 60 كان شاهدا على مرورنا اليومي وتحركنا بين مدن الضفة الغربية من رام الله إلى الخليل ونابلس وبيت لحم، ومن ثم الرحلة أيضا الرحلة التاريخية إلى القدس. برغم أن العنوان أدبي ويحيل فعلا كما ذكرت إلى أن هناك عمل أدبي كرواية، ألم تفكر في لحظة من اللحظات أن عوض أن تكتب أدب رحلات أن ومشاعرك الخاصة أن تكتب عملا متخيلا مدعما بما رأيته أنت هناك في فلسطين؟ ربما هذه كتابة الرواية مثلا من وحي هذه الرحلة عمل قابل للتفكير أو يمكن النظر فيه مستقبلا، ولكن كما تعلم تستهويني كتابة الرحلات واستكمال ما بدأته في نحيب النهر، وهو الإصدار الذي وثق رحلة إلى العراق أو وبغداد
بالأخص، ومن ثم كتاب خطاوي الطير الذي أشرت إليه. ولذلك حينما ذهبت إلى فلسطين كان يمكن كتابة هذه الرحلة بكيفيات عديدة واستلهامها في كتابات مختلفة، ولكن فضلت كتابة الرحلة لأنها بالنسبة لي تحتوي على كل الأجناس الأدبية، من كتابة القصة إلى روح الرواية وحتى استلهام القصيد في فقرات أو بين الأحداث الكتاب. في المقدمة التي اخترت لها تسمية كانت تسمى فلسطين وصارت تسمى فلسطين، وهو بالمناسبة عنوان يعني مأخوذ من عمل أدبي أو من قصيدة شعرية، تضع التساؤلات المهمة لما قبل هذه الزيارة، لماذا تسافر لفلسطين وهي تحت الاحتلال، ولماذا توافق على التعامل مع المحتل، أليس هذا هو التطبيع والاعتراف بالعدو الغاشم، أليست هذه الزيارة والختم على جواز السفر تأكيد على الوضع أصبح نهائيا على ما يبدو، فأي رد يمكن أن تقوله؟ وأنت كتبت في الرد فعليا في الكتاب، ولكن من باب يعني تعريف القارئ بما كتبت داخل هذا الكتاب. هذه الأسئلة أولا تنتاب كل من يسمع عن زيارة شخص إلى فلسطين، أكيد سيكون السؤال كيف سافرت إلى فلسطين، بأي كيفية، من أي معبر، كيف تم تعاملت مع أي طرف، كيف هي إجراءات الدخول والحصول على الموافقات. وأيضا أن زيارة فلسطين لدى البعض تعتبر نوع من التطبيع مع المحتل، ولذلك لم أستطع في البدء الإجابة على هذه الأسئلة حتى الذهاب إلى فلسطين واستكمال الرحلة، ومن ثم كانت وضعها بمقاييس ما رأيت أو الإجابة عليها وفق ما رأيت هناك. فكانت زيارة فلسطين بمثابة زيارة إلى السجين، وزيارة السجين لا يعني بالطبع تطبيع مع السجان أو المحتل. وبالمناسبة العنوان الذي كما أشرت إليه بالفعل هو مقتبس من نصوص أو من نص لشاعر فلسطين الأول محمود درويش، كما هو حال عناوين الفصول الباقية للكتاب. وأيضا سنستعرض هذه النقطة عن محمود درويش بالتحديد فيما بعد، لكن لنبدأ من بداية هذه الرحلة، اللحظات التي سبقت دخول فلسطين كيف هي؟ كيف كان شعورك وأنت تتأهب لدخول فلسطين؟ وأيضا الشعور كيف عندما رأيت جنود الاحتلال؟ ما الذي انتابك في تلك اللحظات؟ ربما لأن الزيارة لم تكن إلى مناطق ساخنة بالمعنى المفهوم، ما قمنا بزيارته نحن كان قد تحول إلى السلطة الفلسطينية أو إلى إدارة السلطة الوطنية في الفلسطينية، وبالتالي كانت زيارة شبه رسمية وتم التخطيط لها. بالتأكيد حالما سمعت أو حالما عرفت أنني سأقوم بزيارة فلسطين كانت مجموعة من التساؤلات التي انتابتني في تلك اللحظة، كيف ستكون هذه الزيارة؟ كيف حال فلسطين؟ هل هي ذات الصورة التي نقرأها في الأخبار ونشاهدها في النشرات التلفزة؟ كانت صور مختلطة تواجهني في تلك اللحظة. حالما اقتربنا من معبر الكرامة في منطقة الأغوار على جسر الملك حسين ونظرنا من البعيد إلى أضواء فلسطين، كانت لحظة زمنية فارقة بالنسبة لنا. توقفنا، هل سنذهب فعلا إلى تلك الأرض، هذه الأرض التي شبه محرمة علينا دخولها؟ المعابر ما زالت بيد الاحتلال وفق الاتفاقيات الموقعة، لابد من المرور على المحتل وإنهاء إجراءات الدخول عن طريقه. استحضرت في تلك اللحظة قصيدة شاعرة فلسطين فدوى طوقان، على الجسر أستجد العبور. كنا بالفعل كمن يستجد العبور، لأن هناك العشرات إن لم يكن المئات من الفلسطينيين العالقين على الجسر بانتظار إذن الدخول إلى وطنهم
وموافقة سلطات الاحتلال لأن يلتقوا بأهلهم ويزوروا أرضهم. ربما الإجراءات مرت بطيئة وهذا ما عبرت عنه في الكتاب، ولكن حالما أنهينا إجراءات الدخول كانت الصرخة التي انطلقت من الأعماق حتى وإن لم نسمعها ها نحن في فلسطين أخيرا. شيء جميل. في أحلام قدت من حنين تبدأ في تذكر أشياء كثيرة، من ضمنها كما يعني ورد في الكتاب مقبرة عربية باتت يهودية، وتذكر أنها أصبحت كذلك بعد خيانة قرون، خيانة قبل قرون أربعة. لكنك لا تتعمق في الحديث، وهذه حادثة من ضمن الحوادث أو من ضمن الأشياء التي توردها في هذا الكتاب، لا تتعمق كثيرا في مثل هذه الحوادث ولا تهتم بالتفاصيل ربما لنقل العميقة، إنما توردها أو تمر عليها مرورا سريعا، يعني رغم أنها ربما قد تبدو قصصا لافتة ومهمة، ولكنك آليت أن تكون قصصك أنت وأنت ترى المشهد في المدن أو الأماكن التي زرتها في فلسطين. أتفق معك، ولكن أشير إلى أن كتاب الطريق 60 ليس كتابا سياسيا أو كتاب بحث عن الاحتلال وعن الصراع وعن ما أحدثته الاحتلال أو ما أحدثه الاحتلال على الأرض الفلسطينية، وبقدر ما كان شرح أو رؤية مبسطة للصورة التاريخية. المقبرة جاء ذكرها لأننا ونحن ننظر إلى في القدس حينما وصلنا ننظر من علو إلى الأقصى الشريف أو الحرم القدسي، كانت المقبرة قبالتنا، فلذلك كان لابد أن أشير إليها أنها مقبرة تعود إلى بالأساس هي مقبرة عربية إسلامية، وذكرت ما أمكنني الحصول عليه من معلومات موجزة أو من شرح موجز عن هذه المقبرة دون التعمق، كما ذكرت أيضا دون التعمق في تفاصيل الحادثة، باعتبار أيضا أن الكتاب ليس كتابا سياسيا وليس كتابا بحثي. يمكن لمن أراد أن يقرأ عن فلسطين التاريخ وعن تأثير الاحتلال وعن الانتهاكات أن يجدها في كتب أخرى غير كتاب رحلات. بدأتم من رحلة أو رحلتكم لقطاع الضفة الغربية في فلسطين من أريحة، لنتحدث عن هذه المدينة التي ذكرت أنها هي مدينة تاريخية وموغلة في التاريخ من خلال كتابك، كيف رأيتها الآن وكيف هو الوضع هنالك؟ البداية من أريحة باعتبارها أنها أول المدن التي يقابله أو يدخل إليها المرء عن طريق الحدود الأردنية الفلسطينية، هي وبالمناسبة أريحة كانت هي مقر المؤقت للرئيس الراحل ياسر عرفات حالما عاد إلى فلسطين بعد اتفاقية أوسلو، وهناك كان مقر الرئاسة المؤقت قبل أن ينتقل إلى رام الله. أريحة مدينة تاريخية بالفعل، وهي مدينة جميلة وتسمى أيضا مدينة القمر، يقال أنها تعود إلى 4000 سنة. هناك الكثير من الشواهد التاريخية والحضارية والأثرية موجودة في هذه المدينة، بالإضافة إلى أنها مدينة ذات طبيعة جبلية وزراعية، مدينة جميلة بالمعنى الجمال، حيث تتكامل فيها كل المقومات البديعة للمدن النامية، كون أن أريحة من المدن التي تسلمتها السلطة الفلسطينية في أول الأمر بعد الاتفاقية المشار إليها، ولذلك كان الإعمار فيها وكان الاستقرار وكانت النهضة متواصلة حد أنك لا ترى بها أي آثار للاحتلال غير شواهد بسيطة جدا. في بيت لحم وهي إحدى المدن التي أيضا زرتموها، وهي المدينة المرتبطة بميلاد السيد المسيح عليه السلام، زرتم هناك عدة أماكن من ضمنها الكنيسة، لكن سؤالي حول هذه المدينة هي حول مشاهداتك
تجاه المحتل وتعامله مع المواطن الفلسطيني بالتحديد المواطن المسيحي. أهمية بيت لحم باعتبارها أو مقر الكنيسة المهد أو هي مدينة أو هي مهد السيد المسيح، ولذلك يحق إليه المسيحيون من كل أرجاء العالم سنويا ويذهبون إلى الكنيسة هناك. ولأن سلطات الاحتلال تعلم أن هذا هذه الوفود ستدر دخلا سياحيا على المدينة، فهي تضيق عليهم بحيث أنهم يذهبون إلى المدينة وثم يخرجون منها سريعا ليستقروا في المدن التي هي واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي الكامل أو المدن الإسرائيلية حسب التسمية. ولذلك حينما ذهبنا إلى كنيسة المهد كانت أول الحكايات التي صادفناها الحصار البغيض لهذه الكنيسة من قبل سلطات الاحتلال بدعوى القبض على مطلوبين. هذا الحصار الذي استمر حوالي 39 يوما أو 40، ودكت قوات الاحتلال في الكنيسة والمدينة بأعتى الأسلحة. وتذكرت بعض تفاصيل هذه الحادثة في الكتاب باعتبارها أنها من الأشياء التي تصادف أي زائر لهذا المكان ومن البديهيات التي يعلمها يجب أن يعلمها كل زائر أو كل قارئ عن بيت لحم. كما أيضا كانت المستوطنات أو كانت التصرفات المستوطنين تجاه من يزور المدينة من حرق إطارات السيارات ومن مضايقة السكان والانتهاكات للآلة العسكرية أيضا، كل ذلك تضع بيت لحم كسجن داخل الأرض الفلسطينية، كسجن كبير يواجه تصرفات المستوطنين من جهة والآلة العسكرية للاحتلال من جهة أخرى. أيضا زرتم الخليل والقدس. بداية نتحدث عن مدينة الخليل والمشاهدات، وهي مدينة يغلب عليها الطابع الإسلامي كما أظن. بالفعل الخليل هي مركز الحرم الرابع اللي هو الحرم الإبراهيمي، طبعا بعد الحرم المكي الشريف والنبوي ومن ثم الحرم القدسي يأتي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أو مسجد إبراهيم الخليل. مدينة الخليل هي أشبه ببؤر استيطانية تحيط بها المستوطنات من كل جانب، من ضمنها مستوطنة الشهيرة كريات 4، وهناك أيضا مستوطنة داخل سوق الحرم، ومستوطنة أخرى في مدرسة بالقرب من الحرم الإبراهيمي الموجودة في مدرسة أسامة، بالإضافة إلى ما تحيط به هذه المدينة من مستوطنات. وأيضا هي مثل بيت لحم كان أشبه بسجن، المستوطنون هناك يمارسون شتى أنواع التعسف والإذلال بالنسبة للسكان، ويتم ذلك كله على مرأى جنود الاحتلال. وأيضا في الخليل أشرت إلى حادثة شهيرة وهي إقدام أحد المتعصبين أو الإرهابيين اليهود باغتيال أكثر من 30 مصليا أثناء أدائهم لصلاة الفجر في يوم الجمعة. تم قتلهم هؤلاء بدم بارد من قبل هذا المستوطن، وقوات الاحتلال لم تقم بأي دور سوى حماية القاتل، ومن ثم أيضا أقامت له مزار لقبره وحماية، وتركت السكان يلاقوا مصيرهم. هذا بالإضافة إلى سياسة إغلاق المسجد المتواصلة ومنع السكان من الذهاب إليه وحتى أيضا السياح والمصلين وفق مشيئات ووفق إرادة الاحتلال، يغلقونه متى يشاءون ويفتحونه متى يشاءون.
نأتي إلى القدس التي هي قلب ربما هذه الرحلة، ويعني أنتم كنتم تواقون لرؤية هذه المدينة. حدثنا عن القدس وعن سلوكيات المحتل والقصص التي رصدتموها خاصة في محاولة تهويد هذه البقعة الطاهرة. سأقول لك أمرا، بالنسبة كل ما ذكرته من مشاهدات في الخليل وبيت لحم ورام الله وأريحة وحتى نابلس لا يساوي شيئا أمام لحظة الدخول إلى القدس. الدخول إلى القدس تعتبر هي الرمز للوصول إلى أرض فلسطين. لو لم نزر القدس لكانت الرحلة إلى فلسطين رحلة ناقصة، وربما لن تكون بهذا الزخم وبهذا الفرح الذي أحدثت. حينما ذهبنا إلى القدس كان ذلك يوم الجمعة، وقفنا أمام المعابر، رأينا كيف يتصرف الاحتلال أيضا مع المقدسيين، كيف يعيد من يشاء ويدخل من يشاء وفق أهواء لا علاقة لها بكون هذا مطلوب لدى الاحتلال أو غير مطلوب. ولكن كما أشرت يتم الدخول إلى هذه المدينة وفق انتقائية معينة. كان من حسن حظنا ونحن نملك كما أشرت تصاريح للوصول أو للدخول إلى هذه المدينة، وبالمناسبة هذه التصاريح صادرة من السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتأكيد كون أن المدينة واقعة تحت الاحتلال فلا بد أن يكون ذلك بالتنسيق بينهم وبين سلطات الاحتلال. حينما دخلنا إلى القدس كان ثمت برنامج معين وضع لنا لزيارة بعض المواقع وبعض الأماكن في القدس كالمستشفيات مثلا، لكن لم تكن الروح فرحة بالوصول إلى هذه الأماكن قدر رغبتها في معانقة صورة الأقصى الشريف، صورة المدينة أو البلدة القديمة بكل مكوناتها. ولذلك كنا نتتبع صورة الحرم القدسي من اللحظة التي أمكننا مشاهدته فيه حتى حينما وقفنا على ربوة في مرتفع قريبا منه ونظرنا إلى الصورة الماثلة، وقصت ما رأيته من المقبرة القديمة وحتى البلدة القديمة وما حولها ومن جبل الزيتون وما يحيط به من أساطير وخرافات وحكايات. كانت تلك هي اللحظة التاريخية بالنسبة لنا، وكل ما تلا ذلك كان استكمال للفرح أو ربما لتحقيق الحلم الذي نحن نعايشه. بخلاف الاقتباسات الأدبية الكثيرة لمقاطع من أشعار وكتابات محمود درويش، فقد أفردت جانبا كبيرا من كتابك للحديث عن هذا الشاعر وعن زيارتك للمتحف وقبره وإرثه المتبقي هناك في تلك الربوة من رام الله. استلهام نصوص محمود درويش بجانب نصوص أخرى لشعراء فلسطين من سميح القاسم وفدوى طوقان، طبعا الأكثرية كانت لمحمود درويش، كان لابد أن يقابل زيارة لضريح هذا الشاعر الذي يسكن قريبا منا في مستقرنا في رام الله. ولذلك حينما تحينت الفرصة لزيارته كنت أستحضر كل الصور التي عشتها في فلسطين، وبالمناسبة كانت زيارة الضريح في الأيام الأخيرة أو في اليومين الأخيرين للزيارة أو الرحلة بشكل عام. محمود درويش شاعر استطاع أن ينقل صورة فلسطين وأن يعبر عن المعاناة وعن المأساة الفلسطينية بكل اللغات على مستوى العالمي، وأوصل رسالة فلسطين. وبالمناسبة أذكر أن محمود درويش هو من كتب الدستور الفلسطيني أو خطاب الاستقلال الذي ألقاه ياسر عرفات، وفي المتحف الذي يقع قريبا من الضريح ويسكن على الربوة التي اختارها محمود درويش لتكون ضريحا له، وهي أيضا تطل
على القدس وتطل على مدينته. رأينا كثير من مقتنيات درويش، ومن ضمنها خطاب الاستقلال الذي كتبه بخط يده ولم يعدل عليه الرئيس الراحل ياسر عرفات، بل قرأه كاملا. يعني يتداركنا الوقت، وكنت أود أن أسألك أيضا عن القراءة التي قدمها إبراهيم سعيد في كتابك هذا، ونأخذ انطباعك فقط عن هذه القراءة. وجه التحية والتقدير والشكر للصديق الشاعر البديع إبراهيم سعيد، بالفعل أكرمني حينما قدم هذه القراءة، حد أنني تفاجأت بغوصه في أعماق الإصدار واستلهامه الفكرة التي كنت ربما لم أستطع أن أنقلها أنا عن هذه الرحلة، التي كانت كما عدها أو كما سماها أو وصفها إبراهيم بأنها حلم عاشه فتى عماني ذهب إلى فلسطين، عايش الرحلة حلما قبل أن يعايشه كواقع. إبراهيم سعيد قدم لي قراءة تنم جدا لها، وأعتبر أن هذا دلالة على نجاح هذا الإصدار، ويحملني أيضا أمانة في الكتابات القادمة، سواء كانت في كتابات الرحلات أو الكتابات السردية الأخرى. عموما نشكر لك حضورك معنا خلفان الزيدي، وكنت متحدثا عن كتابك طريق 60 لبرنامج إصدارات عمانية. شكرا جدا لك هلال على هذه الإضاءة الجميلة حول هذا الكتاب، وأيضا شكرا جدا لك لأنك قدمت من قبل أيضا قراءة أو استضافة لكتاب خطاوي الطير، وهناك أشرنا إلى هذا الكتاب، وكان حافزا لكتابة هذا الإصدار كما وعدت. وأنت اليوم أيضا حملتني فكرة كتابة شيء سردي أو كتابة سردية عن رحلة فلسطين، ربما وعسى أن تجد طريقها إن شاء الله نقرأه سوية، وأيضا نقدمه في هذا البرنامج بإذن الله في عندما يصدر، ونتمنى أن يصدر قريبا. شكرا لك خلفان لحضورك معنا في برنامج إصدارات عمانية، وملتقانا أعزائي المستمعين في الأسبوع المقبل وكتاب آخر بإذن الله. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله. إصدارات عمانية. لا أحب الكتب لأني زاهد في الحياة، ولكني أحب الكتب لأن حياة واحدة لا تكفيني. إصدارات عمانية. إصدارات عمانية. إعداد وتقديم هلال بن سيف البادي، إخراج هاني بن سعيد السعدي.